غزت تقنية الطباعة بالأبعاد الثلاثية عالم الصناعة والطب والتصميم بالإضافة إلى مجال الأعمال اليدوية، لكن المعوق الأساسي فيها هو أنها بطيئة، إذ تستغرق طباعة مجسم بحجم كرة تنس من 3 إلى 12 ساعة. وقد تساعد التطورات التقنية في تسريع هذه العملية لتستغرق ما بين 6 و7 دقائق. تتبع الطابعات حالياً تقنية الطبقة تلو الأخرى. أبسط عملية هي الطباعة بالخيوط، وتستخدم في الطابعات الاستهلاكية الكبيرة. فبعد تسخين سلك بلاستيكي يتم وضعه في طبقات متتالية. للتطبيقات المهنية يتم استخدام الطباعة الحجرية المجسمة أو التلبيد الانتقائي بالليزر. هاتان التقنيتان تعملان بالليزر الذي يمنح الصلابة للسائل أو المسحوق، وذلك خلال ساعات أو أيام. يأمل مهندسون الوصول إلى هدفهم في غضون دقائق فقط عبر استخدام تركيبة كيميائية معينة. والسر يكمن في الطباعة المستمرة بالأشعة فوق البنفسجية التي تقوم بمسح خزان راتنج سائل من خلال زجاج موجود في الأسفل، ويحافظ الزجاج على الراتنج في حالته السائلة لأنه يسمح بنفاذ الأكسجين، ويحدث التصلب مباشرة فوق هذه المنطقة الميتة. تحصل هذه العملية بسرعة عالية وبشكل مستمر، إذ يتم سحب المجسم إلى الأعلى من سائل الراتنج بعد تصلبه، تماما كخروج أرنب من قبعة ساحر.